للاسف بعد القانون الجديد هنا في اوروبا، كل العيش اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده فيه الدود والصراصير المطحون. زي ما حضراتكم شايفين كل العيش ده للاسف بقى فيه دود وصراصير مطحونه زي ما حضراتكم شايفين. في حاجات بديله لها ممكن نجيبها عليها علامه زرعه كده، هوريها لكم دلوقتي، هتبقى بديل العيش اللي فيه الدود والصراصير، اللي هو ده يا شباب النوع ده. اول ما تلاقوا الكلمه ديت فيجن تاكلوه وانتم مطمنين، ما فيهوش ولا دود ولا صرصير ولا اي ماده محرمه. زي ما حضراتكم شايفين كده اي كلمه اي منتج تلاقوا عليه الكلمه ديت تاكلوه وانتم مطمنين فيجن، لان بيعتبرهم الدود من الحيوانات، بيعتبروا الدود من الحيوانات هنا في اوروبا. اي حاجه عليها كلمه فيجن تاكلوها وانتم مطمنين. وللاسف بردك الحلويات زمان هوريكم دلوقتي، كنت عملت بردك فيديو عنها قبل كده، والمنتج دي من الحلويات ما تجيبوهوش بردك، يا ما جبناه وكلناه واحنا واولادنا. مكتوبه هو جيلاتين، موجود فيه الجيلاتين الخنازير. كل منتج دلوقتي المنتجات اكتر المنتجات بقى فيها دود وصراصير مطحون. ناخد بالنا كويس وما نجيبش المنتجات دي يا شباب. و في حاجات، في منتجات برضو ممكن نجيبها تانية هتلاقي عليها كلمة فيجن زي ما انا وريتكم قبل كده. المنتج ده برضو عليها كلمة فيجن اهيت زي ما حضراتكم شايفين، ممكن ناكله واحنا مطمنين خالص ونجيبه لاولادنا. زي ما حضراتكم شايفين اي منتج عليه كلمة فيجن كلوه وانتم مطمنين، غير كده ما تجيبش هنا في اوروبا. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش الاشتراك في القناة يا شباب. سلام.